تحت عنوان مسيرة الأمل وصلت قافلة نساء يصنعن السلام إلى مدينة رهط بالنقب، وذلك لتشجيع فكرة إعادة مصطلح السلام إلى أجندة الانتخابات. نحن هنا بصدد حدث كبير، اجتماع عربي يهودي ضخم يأتي من القدس إلى أشدود ويختتم برهط في مسيرة نسائية لنساء يصنعن السلام، ونحن مع وندعم الشراكة بين اليهود والعرب لنكون مؤثرين أكثر في الكنيسة، ونتمنى أن نكون صوتنا واضح ومؤثر ويدلي بنتيجة أمام الكنيسة. أشارك طبعا في هذه المسيرة لأنها مسيرة مهمة جدا، ومهمة جدا الشراكة العربية اليهودية من أجل تغيير الوضع القائم في السياسة في هذه الدولة، وهي سياسة عنصرية ضدنا، فهي تهدم البيوت وتشتت العرب في كل مكان في النقب وفي الشمال، وهذه فرصة لنا أن ندعو العرب واليهود لتغيير هذا النظام الذي يدعو إلى التفرقة بين العرب واليهود. الناشطات بدأن المسيرة من أمام الكنيسة في القدس بمشاركة 150 مركبة، ومن ثم واصلنا إلى اللدي وتل أبيب وأسدود ورهط والزيروت، يتقدمهن خيمة الأمهات. إحنا هون في رهط هسا بدأنا مسيرة الأمل من القدس، وكنا في اللد في أشدود، واليوم في رهط، امبارح رح نكون في سدرات. ليش بدنا المسيرة؟ لأنه بدنا نقول إنه الاتفاق السياسي يمكن يكون أهم إشي في الانتخابات. تأمل النساء بين محاضرة وفعالية ومحادثة بأن تضع الأحزاب الإسرائيلية على أجندتها مصطلح اتفاقية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث يؤكدن أنهن لن يتنازلن عن التصويت لصالح مستقبل الأطفال ولصالح السلام والأمن والمساواة.